يكتب لحنين الحنان بغاية المقصود يكمل زلواني نبشر في زيارته وشافي على عوصيان نبين الكريم وللبرهان نوقف في مقامه سالي فرحان يتوسع خاطري وتزول محاني ونمتع بيه نظرة عياني بسم الله لي يا فاك نبدأ قولي بطرافة اسم الله في أول السطر واسم الله ذكار بها قولي زيان الرؤوف المتعة مول الرحمة والرافة هو الرحمن هو الرحيم مول الملك الغفار سبحانه سبحانه الرحمة لا تزال دايم عنا عطافة فضمة لوحد ولا لوحد ولا يحصار يفتح لينا بباب بيه دعانا يقبل على بوابه وقافة يرزقني حاج بزهادها نقف مع الزيار في قريب بلا عطلة محمد زاول تاج النور المصطفى تاج النور المصطفى عينونا يا سامعين في تمجيد المختار الشافع في العصيان أنا فوق جواد سابقة من جواد الأحرار بيا قاصد زربان ولا مهري جفان سير بيا ندعافة تعني مأدوب أصله من أصل الأحرار شلوي يرضي لدان يتفجر كل مكان كان وصلات المصطفى ونطوف بالكعبة الشريفة ونقبل الحجار ونلبي بالبيان
محمد زهو البال تاج النور المصطفى تاج النور المصطفى عينونا يا السامعين في تمجيد المختار شفع في العصيان نزال نمدح جد الشرافة صلى الله عليه دايما في السر والجهار قد عداد الأكوان قد الأرض والجبال قد السهاوي والحافة قد مذكروا الذاكرين والعباد في الصغار قد حروف القرآن قد القولوا ما قال وما ندر الشوافة قد الربيع ضحات بيه صابة مفتوحة بالنوار مختلفة في الألوان محمد زهو البال تاج النور المصطفى عينونا يا السامعين في تمجيد المختار شافع في العصيان محمد زهو البال تاج النور المصطفى عينونا يا السامعين في تمجيد المختار شافع في العصيان يا سامع الدعاء نجينا بالنار يوم الهول والمحان اسلمي على الفضال اهل الادب والرافة اسمي عبد العزيز الوزاني يا حظة خايف صهد النيران يا ربي يا متعال جاه المروة والصافة اغفر للاسلام كفا يا نعم الغفار يا ذي الجواد والحساد محمد زهو البال تاج النور المصطفى عينونا يا سامعين في تمجيد المختار الشافع في العصيان محمد زهو البال تاج النور المصطفى عينونا يا سامعين في تمجيد المختار الشافع في العصيان